عسلامة. عسلامة مس. مرحبا بيك. انت مواطنة تونسية تحديدا من ولاية القروان، عندك مشاكل مع اهلك ومشاكل مع زوجك. بديت المشاكل كي زوجوك، معناها من زوجك هذا بالسيف عليك، وبقيت معاها عام من بعديك بعدتوا على بعضكم، وزوجوك عمرك 17 سنة. خلينا نعرفوا اكثر تفاصيل منك. هي انا نجرة طبية، حاسل عرستي انا نسيا من 17، لا قريت، حاسل اني ضد العنف. يعني كنت تقرا وخرجوك من القراية؟ ما قريتش الجملة. جملة ما دخلتش للمدرسة. خويتني نقرا من باب نكاية، انا حاسل انا تعبت فيها من الناس الكل، حاسل حاسني عرست، حاسني انا من الصغيرة فيها من الكل عرست فيها، حاسل بالسيف. حاسل كيفاش بالسيف عليك؟ غصبوا عندي، حاسين باب مد علينا باب، يعني الموس باب مد علينا باب موس. هكا معناها زوجك بالموس، معناها يا تتزوج يا بابنا مد علينا موس. قال لي انا عرسي ولا تنطى نكتك. حاسولي انا عرست، حاسولي بعد يمشي راجع، بعد يمشي تقلب معايا، يمشي جبت الزبنات هذوما، بعد يمشي وتقلب او دخل الحبس، رجع دخل الحبس. يعني انا عشت مع حاسين اني تبعنا، حاسين يعني عرفني بلاصة هذه نتاع سوس، حاسين جيني حاسين عاودني وين السكن نتاع التراء تحت موس، حاسين اني ضربني من الهنية. هذا زوجك؟ هذا زوجي. قديش صارت هذه؟ هذه عندها عندها هذه من 3 ايام. هذه عندها بيناتكم صغار انتم؟ عندي بنات ولايد، عندي 3 ايام، 3 جبت من فرط كرشة واحدة. نبداو من الاول، مش خاطر احنا تو حكينا على وقت اللي زوجوك بالسيف واللي صار 3 ايام التالي، اللي بيناتهم الكل شنو هو صار؟ يعني انت تزوجت بيه بقيت عام، كيفاش تعدى العام هذاك؟ هاو العام حاسولي انا عرست معاه، ومن بعد هو يمشي نتقلب معايا او الضرب او يعني ندم في العنب. بعد يعني مشيت نشكيت بيه، قال هو عنده ورقه حمراء، يعني ما جبش نشكي بيه. قلت له بابا علاش هكا بابا نتعامل معايا هكا؟ قال لي اسكتي انت ولا نذبحك. دار معايا اخويا اكبر مني، اخويا يخدم في فن الجيش، اخويا يخدم في العسكر، اخويا يخدم. بعد نتاني يعني طردوني، حاسلو بابا خويتي وكل يعني طردوني. انا جيت هنا لتونس، حاسلو جيت لنا عشت حاسلو لشهر وعشر ايام لنا في تونس. توا عندك شهر وعشر ايام؟ عندي شهر وعشر ايام لنا بيت لهنا، وين نتعمل موكيل في الشارع. في الشارع بيت غاز. كنت عايشه في داركم في القروان. بعد طردوني لدارنا هذيك. طردوك علاش؟ قال لي امشي انا رجعوا له. كنت شهر وانت طلقت بعد عام، يعني طلقت عمرك 18 سنه. أنا قلت له بابا يعني ما معاش يعني نرجعوا له هكاك شو. كنت عليها 12 سنة تو عمرك 30. 30 عمري. قال هو يتبع فيك 12 سنة زوجك؟ يتبع فين؟ نحب يعني نرجعوا له، أنا ما معاش تو يعني نرجعوا له تو ما عادش. يعني عرست صغيرة، يعني ما نقرونيش، لا شفت لا حياتي، لا شفت كيما نديري، حب نقرا، حب نحب. شو قراوكش يعني؟ هذه ما حبش يعني يقروني. قال انت هم اخواتك انت نقروك، نحن سبلت ندز زبنيت. اختك الاخرى قرات ولا قرات؟ اخواتي نحن سبلت ندز زبنيت نقريهم كينا. حاسين انت الوحيده اللي ما قريتش في عائلتك؟ يعني وحيده، يعني ما نقرونيش. حاسيلو طلعت من الدار، حاسين انا بيت يعني بيت البر بيت، ما عرفش اللي مشكون ابن الله يرحم والديه، مش متحيك ما يرحم والديه. يعني نشكرهم برشا نجماعة الحكمة اللي يرحم والديهم، يعني ديما يعاونوا في ال يعني ديما هما نجماعة الحكمة يعني يعاونوا في ابني اللي يرحم والديهم. نشكرهم برشا نجماعة الحكمة اللي يرحم والديهم، نطيح تونس برشا زاد نجماعة الحكمة زاد وقفوا معايا، جابوا لي فريش، جابوا لي من الغطاء، جابوا لي من العشيان اللي يرحم والديهم برشا شكروا معايا برشا نجماعة الحكمة. نشكرهم برشا نجماعة الحكمة على الخط، هما يعني وقفوا معايا برشا ما ننساش على الخط هما كيفاش نمشي نشكرهم برشا نجماعة الحكم. داكوغ. قلت لي اللي انت عندك شهر وعشر ايام في تونس، لكن قلت لي عندك 3 ايام زوجك ضربك في جنبك، وهذا انا شفته في الكواليس، معناها شفت ضربه في جنبك في الكواليس. كيفاش جاك لتونس؟ عنده شكون صاحبه يخدم لنا، عنده صاحبه يخدم لنا من القهوه، وهو راني صاحبه من قاعد لهنا، مشى حسن نطلب زوجي. قالنا مرات كي ريت فن تونس وين تعمل المقالة، جاء حاسول اللي خدمني لوجه، جاء حاسول انه تحت موس تحته، حاسول نغدرني، حاسول بالموس حاسول نغدرني، وبعد نضربني حاسول نهرب. حاسول زوجك؟ هذا زوج نقول يعني طليقي، حاسول نضربني بالموس وهرب. حاسول وانا نشكيت به، حاسول عطيت الاسم نتاعو نشكيت به، قال لي نتاعو نجيبوك حاسول نهار فيه. شنو طلب منك؟
هنا نطلب منهم هم باقي حاب نتعاونوا. هو شنو طلب منك من بعديك تونجي في نهايه الحوار طلبتك انت؟ حب لينا نرجع له، حب لينا نرجع له منين ما عادش تو واحد يحب مرته ترجع له يضربها بموس في جنبها. ما عادش تو نرجع له مصلحة. هكا معناها؟ قال بالسيف حب لينا نرجع له لينا بالسيف حب لينا نرجع له تو ما عادش تو مش نرجع له ما عادش تو طلبت مشيت نطلبت بابا في التاكسي قلت بابا راهو نراوني طليق راهو ضربني بالموس. قال لي بابا راهوني طليق راهوني ضربني بالموس. قال لي ان شاء الله تقضي نرتاح منك. علاش هكا؟ خاطر انا ما يحبونيش. ذا سندك الوحيد هو راهو بوك. ما يحبونيش بابا، بغيت بابا اخواتي الكل يحبهم يعني يحبوا اخواتي الكل كي انا. علاش؟ قال لي ان شاء الله يقضي ما عرفش عليهم يعني بنتهم ولا ايه يعني مش بنتهم يعني الحقانيه. مش علاش تصرفي تيبي؟ هم يعني صرفوا معايا هكا لا قروني يا ما عملوا ما يحط علاقتك بامك كيفاش؟ امي كان مش نحكي معاها نجي بابا يضربها. يضربها هي؟ قال علاش انت تحكي معاها سايبيها. اللي انت صغيره هكا؟ يعني صغيره عمري انا 5 سنين يضربوني بالسبت يعني بالحصان بالفلفل ما في مخو يعني من يعملوا. قلت له بابا انا خارجه. قال لي ما فماش علاقه اب وبنته هكا و... يعني حاب نمشي نرجع في القسمي، حاب نمشي نشوف شكون بابا اللي بابا يعني الحقاني. فوالا وصلت تشك. يعني شكني في هكا علاش بابا يعمل معايا هكا. بتمنى يعني شكون بابا. علاش وصلت شكيت؟ سمعت كلام ولا سمعت كلمات هكا اللي هو مش؟ بخويا اصغر مني. قال لي ميلي ظلي هذاك يعني مش ابوك. باغي نمشي نشوفني بوك نلحقني شكون. حاولت تسال امك في الموضوع هذا؟ قلت لها حاب نحكي معاه ماما ولا بابا عاد ولا بابا يضرب فيها. علاش يا اخي هو ديما متواجد معناها 24 ساعة في الدار؟ متواجد خاطر قال لي يسكي ما بغي يعني ما تقولي لنا. ما تحكي انت وامك تيت تيت. حكيت مع بابا ولا تمشي ام ولد تحكي من البابا. قلت راهي هي راهي ماما راهي وتكبش معايا برشا تقول شكون ام شكون بابا الحقاني. بتمنى يعني شكون بابا. دونك هذا السبب اللي خليك انت تجي تهرب لتونس؟ انا هربت لتونس هني حب نمشي نجات القاسمي وين حب نفرع قلبي حب نحط بابا في جنبي حب نحمل امي حب نحملها وحب شنو احساسك تجاه بوك؟ انا قلبي معبي زبط خوا. شنو احساسك اتجاهه يعني؟ الاوضح من تحب بوك يعني؟ بطبيعه حب بابا بجنبي حب نبص بابا حب نبص امي نحملها حب نسمع منها. ما تجيش واحدة طفله بلاد تشتي في الشارع تعرف لاني تموت على واحد. خويتك ما دافعوش عليك؟ خويتي اللي مستحيل. ماني عيله كامله ضدك؟ ضد عندي خويا واحد باغني وصغير يعني يحبني وصغير. خويا باغني ولادك شكون بيهم توا كي انت هربتي لتونس؟ بني عند امه هو وانا بني عند امي انا بني. بلاش مفرقين خويت هكا علاش؟ ان شاء الله ان شاء الله واحد من المسؤولين يتفرج فينا ويعاونك. الطفلة تبات في الشارع يجي واحد بولد عليها. بيت في الشارع يعني انت مستحق شكون يعاونك توا؟ بالطبيعة حبي يلي يعطيني بيت اللي نسكن فيها بيت في الشارع فرج يعني. المسؤولين اللي يشاهدوا فينا كان ينجم شكون يعاون يعطيه الصحة نجم تخلي رقم الهاتف نتاعك. التليفون ما وينو وتليفون ما وين ينجم يلقاك؟ هذا قال لي غاديك ولا تقولي لنا الكثيري غاد الكثيري غادي ولا هذه بلاصه نقعد فيها نبات فيها نرقد فيها. خاطر اللي نجم يعاونك معناها لازم يلقى كيفاش يتواصل معاك. فهمتك ما عادش التليفون صحيح كان عادني التليفون من بعد باش نصرفت باش ناكل بيه باش نعيش بيه. ما نمشي يعني ندين للحد نقول له عاوني. ان شاء الله ربي معاك. الله يخليك يسطك عشان.